يومك مبارك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في الليلة الثامنة عشر واليوم الثامن عشر. لم يبقى من رمضان سوى أياما قليلة، وهذه الأيام فيها العشر الأواخر. أعتقد أن المرء الذي لم يحسن استغلال، أقول لم يحسن استغلال الأيام الفائتة، فأمامه 12 يوما كي يستغلها بشكل جيد ويواظب على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعاهد الله على أن لا يعود إلى أي شيء يرفضه الله سبحانه وتعالى قبل رمضان. رمضان عتبة، مثابة، انطلاق. الإنسان يتخلص من ذنوبه القديمة بمغفرة من الله، أو يحمل ببركة إلهية إلى الزمن القادم، أو انطلاق. أنني أعاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا. والنفس أمارة بالسوء، لدينا، لا يوجد إنسان ليس لديه أخطاء، إن لم نقل أخطاء فهؤلاء هنات يعني. ويعني البعض منا يعني قد يرتكب أشياء كثيرة، والبعض منهم منا اعتاد على أشياء خاطئة. لذلك رمضان انطلاق، وعندما يغفر الله لنا سبحانه وتعالى، أنا أقول لنا يعني، كنا نتحدث بصيغة يشملنا كلنا يعني. أنا لست واعظا ولست برجل دين يعني، فما ينطبق عليكم ينطبق علي يعني. وميدانكم الأول نفوسكم، استطعتم عليها كنتم على غيرها أقدر، ولن أكون كذلك الذي يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها عن عمد مسائي أبدا. ولذلك أقول هي مناسب انطلاق، نعاهد الله سبحانه وتعالى عن أن لا نرتكبها مرة أخرى، أو يا الله ساعدنا أن لا نقع في الخطأ الفلاني، يا ربي ساعدني أتخلص من الشيء الفلاني. وكلنا نواجه بعض من الأشياء. ولذلك بقى 12 يوم فيها 12 ليلة، وفيها ليالي القدر في العشر الأواخر. لذلك هي مناسبة عظيمة يعني. كثير من الناس في هذه الليالي وفي سحر رمضان، الأغلبية هم قطعوه وانعكفوا على العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا لكثير من الناس والعوائل قضوا هذه الليالي في الخروج. يعني أنا أعود ليلا بعد هذا البرنامج حقيقة أشاهد الناس في الشوارع، والحمد لله اللهم زد وبارك، في الشوارع وكأنهم في النهار يعني. أعود يعني 3 فجرا بعد انتهاء البرنامج، أشوف الأسواق ممتلئة ما شاء الله، الأماكن الكرادة الحمد لله ممتلئة، المنصور ممتلئة، الصدرية ممتلئة يعني، حتى هنالك غريب السيارات لا تتحملها هذا، والبارك واصل إلى باب المعظم يعني، هكذا يعني حوالي كيلو متر على جانبي الطريق في شارع الجمهورية يعني. ودليل ذلك هذا أنه الناس، وهذه بركة من الله ونعمة من الله، أمان، اللهم أدم الأمان. أهم شيء في الحياة هو الأمان يعني، وراحة البال. حلوة والله وجميلة ورائعة نشوف الناس طالعة بالليل يعني، هذه فرحة افتقدناها لسنوات طويلة بسبب أولئك المارقين الكفرة من المتعصبين والطائفيين والقتلة الذين مارسوا السوء. الله ينتقمونها إن شاء الله. أنا لم أدعو على شخص في رمضان، ولكن الله ينتقم من أولئك الذين آذونا في أيامنا السابقة. وهذه الحمد لله عادة نعمة الإيمان. أقصد يعني كثير من الناس يعني كنا نشوفهم يعني الآن نقلل يعني، بدل ما نرجع في 4 الصبح خلينا نرجع في الثنتين يعني، بالثنتين بالساعة 4 هنالك ساعتان بالتأكيد كافية الإنسان
يصلي بها، يقرأ قرآن بها، يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. حلو، تصمت، افطرت والحمد لله، وصليت العشاء وطلعت، قضيت وقت جميل رائع حلو به به يعني. لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ارجع هم ذلك جانب آخر لا تضيعه، لا تبقيها فقط أنت نايم كل النهار وافطرت وطلعت حمات العصر أنت والعائلة يعني ليست هكذا، ما هكذا تورد الإبل في رمضان يا أيها الأخوة. هنالك أيام وخصوصا العشر الأواخر علينا أن نشد المئزر كما كان يفعل الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام، ونستغل هذه الأيام. عشر من الليالي واثنى عشر من الليالي أعتقد ليست بكثيرة على الإنسان وعلى عمر الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى مغفرة الإنسان يعني. وما أدراك ما أدراك، قد تنال في هذه الأيام ما لم تنله في السنوات الماضية بسبب دعوة صادقة خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أدراك ما أدراك، السماء مفتوحة والله قريب، وبالتالي يستجيب لك الله سبحانه وتعالى، أو يبعد عنك شرا قنطريرا كنت تعاني منه، أو إنه سيعصمك من شر قنطرير قد تواجهه مستقبلا. ما أدراك ما أدراك يعني. احنا يوميا نشوف يعني حوادث نقول آه سبحان الله، يعني أنا لولا العناية الربانية أنا كان الآن يعني أنا اليوم أيضا يعني بتحصل كل يوم يعني، لكن باب الصدفة يعني بالصدفة أنا فاتح مثلا الفرن الغاز ولا أدري إنه مثلا طافي، والغرفة كانت كلها ممتلئة بالغاز يعني المطبخ، وكنت أنا كان الحمد لله قبل أن أشعل الموقد لاحظت شفت إنه الغاز منتشر، فتحت الشباك. هذه عناية ربانية، أليس الله قد يعني سلمني من هذا؟ يعني يمكن لو شاء الله كان اشتعلت المطبخ وكان يعني انتهى البيت كله يعني. هذه أليست يعني بركة من الله وأسباب الله؟ ما أدراك أن تنظر هذا، أنت جاي ومستعجل وشعلتها وتصير، هاي تصير دائما. كثير من النساء مسكينات يفتحن هذا ويطلع وبعدين يأخذ وجههن، هذه كلها أنت يوميا الله يخلصك من 60-70 قضية. سيارة ما تعرف طلعت سريعة، يمكن لو أنت ماشي ضربك يعني. فهنالك لطف، هنالك لطف إلهي كلنا نؤمن به، وأنا شخصيا يعني يوميا أحس أنه أكو لطف إلهي يعني. يوميا تحس أنه ممكن أنت نهايتك تصير أو عوقك يصير أو أشياء كثيرة تصير بك، بس أكو ثمة بار يبرئك. هذه كلها يعني، وترجع البيت لازم نصلي ركعتين لله، الله حفظك يعني. فالإنسان الذي يواظب على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شوف الله بارئ، ما دمت قريبا من الله فالله بارئك. كم تبتعد يعطيك بعض الوقت ثم يجهز عليك والعياذ بالله. ولذلك أعتقد يعني أنا دور الناصح لا أجيده، ودور الواعظ أيضا لا أجيده، لكن وذلك دائما أتكلم من تجربتي الشخصية، أقول بأنه يعني ما فعلته أنا حتى أقول يعني من شيء سيء أو إيجابي، حتى يكون بصيغة التجربة وليس بصيغة الواعظ. الواعظ ليس بالضرورة أجل الدين يعني، كثير من الناس يعطونا نصائح وقد يكون البعض منهم لا يتقيد بهذه النصائح، ولكننا إن شاء الله لا نقول شيئا إلا ونحن قادرون على تنفيذه يعني. إن شاء الله الله يمكن كل واحد فينا أنه لا يقول قولا إلا وهو قادر عليه، ولا ينصح نصحا إلا وكان قد اقتدى به، وعندما نفعل ذلك سنكون قدوة، قدوة لنا ولأبنائنا وغيرها يعني. يعني أنا قبل يومين شفت أحد الأصدقاء صار لي سنين ما شايفه، فكان مع ابنه شاب صبي، فسألت عن قضية قلت له لماذا هذا رات يكذب؟ قلت له إياك لا تكمل، لأن عرفك راح تكذب وهذا ابنك. ترى حتقول لي لا أنا مسوي لنا قضية فلان شي، أنا متأكد أنت خجلان جدا وعرفك مهذب جدا وأدبك راح يخليك تكذب.
بس لا تحكي لان اعرفك ابنك يعرف، وهي هاي امام ابنك صعبه جدا، ابنك يقتدي بيك، فاذا شافك كذبت ودلست راح يعتبرها قران مجيد هاي بعد خلاص، اذا هاي عمليه طبيعيه لازم من انحصر اكذب. فقلت له اياك والله، فهو ابتسم قال لا لا انا ما اريد اكذب، لا لا راح، فاضطر يحكي الحقيقه يعني وابتسم يعني هذا. فانا احرجته لكي لا يقع في الخطا، لم اكن اقصد حرجه، لا والله لا والله، بس انا حتى يكون، لانه من عائله طيبه جدا ومؤمنه جدا هذه الاسره، وبالتالي لم اشا ان يقع في الزلل يعني. فدائما نحن قدام ابنائنا تلاحظون بالبيت دائما الحكي والهذا، هاي كل الاطفال يسمعوه، هلا الاطفال يسمعوه وبالتالي يقتدون به، هذا الغيبه والنميمه والمدري ايش والقال والقلت والاساءه والكفر والعياذ بالله وغيرها، كلها هي تخلي الطفل ينساق اليها انسياقا. هذه تنزرع بالكروموسوم، تصير هذه الانسان تتكون شخصيته في مرحله السب كونشس، يعني السب كونشس تتكون في مرحله ما قبل التاسعه والعاشره، يعني هاي المرحله مرحله الطفوله، فالانسان تتكون شخصيته بهاي المرحله، فصير كل المعلومات وكل الافكار وكل التجارب تتحول الى معلومات بالسب كونشس باللاوعي، يعني باللاوعي من يكبر الانسان يتصرف بها دون ان يدري، فتسمى لاوعي، يعني شوفها يكذب باللاوعي، يتصرف لاوعي، هو كلها قادمه من مرحله الطفوله التي كونت السب كونشس اللاوعي. ولهذا احنا بالبيت نكون جيلا جديدا بسيئات كثيره تكون كامنه في اللاوعي عند الطفل، عندما يكبر يتصرف مثله، كيفما تكون الام كيفما يكون الاب يتصرف الابن مثله، هو يقول الاب يقول والام تقول، ولكن الحقيقه اللي يشوفها امامه تزرع في اللاوعي، وبدون ان يدري وبدون قصد وبدون سيطره من عقله تخرج هذه التصرفات وهذه الاراء من هذا، وتشوفه يتصرف كما كان يتصرف اهله. فاذا العائله تصرفت بشكل نبيل وجميل، تشوف هذا راح تنزرع ايضا باللاوعي، من يكبر راح يتصرف ايضا بالطريقه النبيله التي كان يتصرف بها. فزرعوا زرعوا اشياء يعني، او نزرع اشياء، ذولا ابنائنا مساكين، ذولا ورقه بيضاء نحن نضع فيها ما نشاء، تصرف احنا امامهم شاشه. الطفل تلاحظون بنسوي لعبه بيت ابو بيوت، ليش؟ الطفل امنيته يعيش في عالم الكبار، هو مبهور بعالم الكبار، البنت مبهوره بعالم امها، الاب الابن مبهور بعالم ابوه، يطلع ويطوب ويلبس ويزين ومادري شنو وهذا، ويخابر اصدقائه ويجور كم سياره وهذا، هذا كله عالم مبهر بالنسبه له. فالطفل يحولها هاي اللعبه مال البيت ابو بيوت، فالطفل ياخذ دور الاب والبنيه تاخذ دور الام، تشوف تجيب لعابه وتلولي لها شنو وتنظف البيت وهذا، وبابا اجى من هذا وتعال انت تصير دور بابا، جيت من الشغل شلونك بابا شلون الصحه، وراح اروح بالسياره. هو يحاول أن يعيش في عالم الكبار المبهر، عالم جميل بالنسبة إلى ما عنده عالم أحلى منه، ما عنده عالم أجمل منه يعني. قد يكون الآن تغير شيء، وهو أن الفيسبوك والموبايل جعل الطفل يعيش في عالم أكبر من عالم الأسرة. نعم هذه مشكلة، هذا مشكلة كبيرة حقيقة يعني. لأنه العالم اللي كان الفضاء الواسع كان هو حياة أمه وأبوه، الآن حياته الواسعة هي مو أمه وأبوه، هي ما يراه في التيك توك وما يراه في الانستغرام والسناب وما يراه في السوشيال ميديا الأخرى، لذلك فهو بدأ يكون في خياله باللاوعي عالما جديدا. فمن راح يكبر راح يتصرف انعكاس لهذا العالم، وهذه مشكله، هذه مشكله كبيره جدا يعني. انا لا اتكلم فيها لان الموضوع جدا عويص
وما بي نصائح، لأن النصائح هنا لا تنفع. هذه تحتاج شغل، تحتاج جهد، والجهد ما مرتبط لا بالأب ولا بالأم ولا بشيء، مرتبط بالحياة كلها، بالدولة كلها، بالمجتمع، برجال الدين، برجال التعليم، برجال التربية، برجال الصحافة، برجال الإعلام. هذه كلها ولا يمكن أن يتضامنوا هؤلاء كلهم إطلاقا. وما أدراك، كلهم طارئين، الإعلاميين طارئين على الإعلام، والمثقفين طارئين على الثقافة، والتعليم طارئين على التعليم، وهكذا. فيعني خلنا نصلحهم الذول قبل ما نصلح عالم الطفولة التي نعم. فموضوع كبير كبير، أنا غير متشائم أبدا، ولكن الموضوع يحتاج لشيء آخر يعني. بس أنا دا أنبه يعني، قد يمكن تخدع واحد اثنين الآن من الآباء أمامي أو من المثقفين أمامي، وممكن يخرجون بفكرة أنا يعني ناضجة وظهرها للعلن. القصد أننا يجب أن نكون قدوة حسنة، نكون أسوة حسنة. تلاحظ حتى عندنا كلمة نوبات سيئة، سأقول لك سيد، سيد تبعا لشخصية سيد عبد الجواد اللي أو عبد الجواد اللي في مسلسل، في أفلام وفي قصص نجيب محفوظ، سكرية وبين قصرين وقصر الشوق، يطلعوا لك شخصية واحد اسمه عبد الجواد السيد يسموه، يطب البيت الكل ترجف، نموذج للخلق، يصلي بصلاة الصلاة بوقتها، ما يسمح بناته يخرجن، ما يسمح بولده أن يشربون الخمر أو يلعبون ويا الآخرين أو يطلع صوتهم أو أو أو، مضبوط بيرفكت. لكن هو بحياته شنو؟ يروح كله ويا الغواني ويا السيئات وملاهي ومراقص ويشرب 24 ساعة، وهذا حياته برا غير شيء، داخل البيت غير شيء. فتلاحظ أكو آباء حقيقة عزلة وعالمهم الشخصي، طبعا هو الإنسان يجب أن يرفض العالم السيء بالتأكيد يعني، لكن أكو آباء عزلة وعالمهم الشخص السيء ما نقلوه للبيت. هذا أعتبر علي نموذج فيه الصلاح، لأنه هذا ما نقل السوء مالته للبيت ماله. بينما تلاحظ أكو إنسان كريم طيب ويصلي، وعفوا الله يصلي يعني، لكن يشرب الخمر بالبيت. يلا جيبوا لي المزة، كثير من الرجال يلا جيبوا المزة وجيبوا، والبنات تجيب لي ما ادري ايش، والاولاد قاعدين يبغوا تفزل، هو قاعد يشرب البربع. زين هذول ايش راح يحملون؟ يعني الخمر عندهم حرام لو حلال؟ حلال. الخمر شيء جميل؟ جميل. الخمر شيء عظيم؟ عظيم. ابو يدي يشربه. الخمر شيء ممتع؟ ممتع. ابو يدي يشربه. الخمر طبيعي؟ طبيعي. أبو يدي يشربه قدامنا خلاص راح. لو تجيب له 50 واعظ و50 رجل دين و50 هذا تقول له يا با حرام وحلال، قال لك لا روح، هاي انزرعت في بعض. فهذا يعني أيهما أسوأ، هذا الذي نقل السوء إلى بيته أم أولئك الذين منعوا السوء داخل البيت؟ ويجيك واحد ساذج يقول لك إيه أحسن ما يروح يشرب برا ويعرب بالشارع، قال لها بالبيت سكيتي ما. يا أخي سكيت بالبيت؟ شلون سكيت بالبيت؟ يعني هي شلون؟ هو شر أصابك، سوء ضربك، إذا ما تقلع عنه فحدده. يعني هو يجب أن تقلع عن هذا السوء والعياذ بالله. لكن إذا ما أنت مريض، نعم اللي يشرب خمرة نعتبره مريض، نعم لا تخلي المرض ينتقل بيتك يعني، إلا تشرب يعني أنت شربت يعني، حاول أن تكون طبعا حديث طويل، سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث في هذا السحر الرمضاني الرائع العظيم، في ليال قليلات من سحر رمضان، من سحر وسحر رمضان، أيام ودقائق وتنقضي وسنندم عليها. أتمنى أن لا نكون نادمين لو قعدنا لها مقعدها وأدينا فيها ما أراده الله منا، فلن نندم، بالعكس سنستقبل العيد عيدين، عيد خلاص رمضان وأيضا خلاص الواجب، وأيضا الفرحة بأنك أديت واجبك وأخذت ونهلت. رمضان بئر
بئر عظيم، بل هو بحر عظيم من كل الأشياء. فطوبى ومبارك لمن ينهل من هذا البحر. فمن منا من ينهل الكثير فهي له، ومن منا ينهل القليل فأيضا الله يباركه بالقليل، ومن منا من لا يرى من هذا البحر شيئا فتعسن لحياة أناس لم ينهلوا من بحر رمضان ومن عطف الله سبحانه وتعالى ومغفرته. لذلك أنا أقول هي فرصة تجارة. هل أدلكم على تجارة؟ الله يقول هي العبادة. يعني شنو التجارة؟ التجارة أنت تقتني شيء وتبعث وتبذل به جهد وبعدين تجتهد أن تبيعه. العبادة أيضا أنك تجتهد وتفعل وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكي تنال أشياء كثيرة في الدنيا والآخرة. في الدنيا رضى الله وحسن المآب، يعني حسن الحياة وأيضا حسن المآب. بعد ذلك عندما تواجه بارئك ستجد أمامك الخير، وبالتالي فهي تجارة، تجارة في الدنيا والآخرة. ولذلك أيضا الإنسان القريب من الله ليش هو في الدنيا خسران؟ بالعكس، راحة البال، سعيد محترم من قبل الناس، راض مرهوب يعتز به الناس، يعتز بنفسه، يبني أسرة طيبة، يكون أسرة رائعة، يعمل بطريقة موضوعية، يحصل على ماله بارتياح، لا يقع في المشاكل. هذه مو حياة هنيئة يعني؟ أليس هذه هنيئة يعني؟ أليست عندما تقرب إنسان يجري جري الوحوش ويقتل هنا ويسرق هنا وهو تعبان نفسيا وبعدين يقع في الزنا، أما يزن أو يقتل أو يعني خسر الحياة الدنيا والآخرة. فالمؤمن يحصل حياته، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الحياة والأسرة والأبناء والبنون والمال وحياة الهنيئة التي يوفرها الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا. هذه أليست ملذات جميلة؟ بالعكس أنت تقدر تحقق الإنسان، الله اللي يبارك به، ممكن أن يحقق شيء من الجنة في الدنيا عندما يبني أسرة طيبة، يحصل على عمل طيب بجهده، ويتزوج امرأة تسعده ويسعدها ويكون أسرة ويعني يعيشون هذه الحياة الرغيدة الحلوة غيرها. يعني أليست هذه سعادة يعني؟ احنا مو البعض الاحيان يقول لك الناس تقاتل من اجل الجنه على مود حور العين والما ادري ايش وهذا. ما انت عندما تتزوج امراه اذا نظرت اليها تسرك، واذا غبت عنها تحفظك. وهذه ايضا يعني بها شيء من السعاده والجمال وغيرها. فهذا هو نصيبك في الدنيا يعني. فالانسان المؤمن يحصل على الدنيا والاخره. ما يتصور البعض يعني هو هاي الرهبانيه التي رفضها الاسلام، انك تبقى متبتل. احد الصحابه كان يتكلم مع سلمان الفارسي فقال له انني والله لا انام الليل بل اصلي، وفي النهار ابعد ولا اقرب زوجتي ولا اقرب الطعام ولا 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 ولا. قال والله انك لا تتقرب الى الله بذلك، بل يجب لاهلك عليك حق وغيرها. فقال يعني تريدني يا سلمان أن أقلل من صلاتي؟ قال له نعم، الحياة تتطلب. فرح شكال يعني قال له يا رسول الله سلمان يقول هكذا. قال ونعم الرأي، نعم، نم واستيقظ وكل وتزوج وكن قريبا ومارس حياتك الطبيعية، وأيضا عبد العبادة لا تكون على حساب الحياة يعني. فلا تنسى نصيبكم بعدين لأهلك عليك حق. أي المرأة من زوجتك ما تريد حق الدنيا، تقعد وياها تسولف وياها تطبطب على ظهرها تساعدها تحكي وياها، مو هي شنو هي خادمه، هي شنو لها حقوق؟ انسان مثلك يريد حقه مثل ما انت تريد حقك، حق في الكلام والاستماع والاحترام و و و و فهذه ايضا حقوق. يعني انت والله مضيع هاي كل الحقوق متبتل قاعد لي تريد، يعني ما ليس صحيح يعني. فأيضا القرآن لا يؤمن بالرهبانية التي تؤمن بها بعض الأديان، أنه
ولذلك الإسلام يعني لديه موقف من التصوف، يعني ولو أنا أحترم التصوف، يعني أحترم فلسفة التصوف اللي بيها هذا النقاء والهذا، ولكن الآن أصبح التصوف وكأنما دربشة وما أدري إيش، ويقعد بدشداشة وسخة ويقعد بس يهز براسه. لا أخوان، هذا متصوف، هذا متصوف يعني، يعني هذا ما أعرف شيء آخر، يعني شيء آخر. تبتعد بي أنت عن الدنيا، وتبتعد عن هذا، وتبتعد عن العمل، وتبتعد عن هذا، وتقول والله قاعد تأكل وبعدين تهز براسه. لا، هذه مو تصوف، تصوف فلسفة، فلسفة روحية. لذلك الإسلام كان لديه موقف، يعني ذلك المذهب الجعفري لديه وجهة نظر. أنا لا أقول موقف، يعني الإسلام لا يكفر التصوف، والمذهب الجعفري لا يكفر التصوف إطلاقا، ولكن لديه موقف، يعني أقول بأنه كان الأفضل كذا، كان الأفضل كذا يعني. ولكن الصوفية مذهب، يعني طريق جميل، وطريق به تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي بعض الأحيان تحتاج إلى هذا السمو، يعني في ليالي رمضان أنت تحتاج هذا، أن تتوحد مع الله سبحانه وتعالى وتنسى الدنيا في ليالي السحر في رمضان، وتعيش مع الخالق، تتوجه إليه بكل جوارحك وكل شيء. جميل، حلو، بالعكس هذا هو المطلوب. الدعاء لا يستجاب إلا عندما تكون نقيا مطلقا في دعائك. ولذلك ولنا في أهل البيت وفي صحابة الرسول أيضا أسوة حسنة، نأخذ احنا في كل ليلة نأخذ واحدا من الصحابة، نحن نجل الصحابة. الصحابة هم يد رسول الله، يد رسول الله، وهم الذين رفعوا الإسلام، هم الذين قرأوا القرآن، وهم الذين نقلوا القرآن. فهنالك إجلال للصحابة. يعني جو واحد يقول لك والله فلان مذهب ما يحبون الصحابة، من قال؟ من قال؟ من قال؟ أكثر مذهب يجل الصحابة هو المذهب الجعفري، يتكلم عنهم بكل إجلال. ولذلك المذهب الجعفري يرفض بعض الأحاديث اللي تخص أنه أحد الصحابي فعل كذا وكذا وكذا، بالعكس عندهم هذا القضية بعيدة، ولذلك يجلون الصحابة كثيرا. يعني هذه هذا النغمة، النغمة 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 الماشية. والله أنا حتى في هذا البرنامج إحنا نريد نقرب وجهات النظر، مو نقربها بالباطل وبالتوفيق، يعني كومبرمايز نسوي، لا بالحقيقة. يعني هذه والله إنه الشيعة يسبون الصحابة، أي صحابة اللي يسبوهم الشيعة؟ أخواني يعني بالعكس. وأنا أريد أيضا أنتم الآن تستمعوا لي، أنتكم تأخذوها عني الآن، يعني أنه بالعكس المذهب الجعفري هو أكثر مذهب يجل أمهات المؤمنين. نعم، وبالعكس المذهب الجعفري هو الذي أعطى للسيدة عائشة منزلة تختلف عن المنزلة الموجودة في البخاري مثلا. راح يقول لي معقولة؟ نعم، المذهب الجعفري هو الذي قال بأنه حديث الآية الفلانية نزلت بحق السيدة عائشة وطهرتها، هذا المفسرين الشيعة يقولوه، بينما بعض المفسرين السنة مثلا يقول لك لا، يعني هذا يعني بالعكس. بعض الأحاديث الشيعة يرفضونها، عندما أذكر البخاري بأن الرسول كان في عند ريبة، الشيعة يقولون لا أبدا إطلاقا إطلاقا لا يوجد هذا الشيء، هنالك آية صريحة نزلت. بالعكس، والشيعة يقولون بأن علي بن أبي طالب قال لرسول الله يا رسول الله إن الذي يطهر نعلك ألا يطهر عرضك؟ فهذا قول علي بن أبي طالب. فمنين جبتوها بعد هاي؟ هنا يجب أن نكون دقيقين. بالعكس مذهب الجعفري مذهب لا سباب ولا شتام ولا أما تشوفين بعض الشراذم
اللي مدفوع لهم الثمن، لا. فاحنا خاطر هذول اللي يحجون الان الشيعة يسبونهم هذا، لا، قل له لا. الشيعة هم اللي يقول غير شيء، والبخاري يقول غير شيء. سأكم الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، واهلا وسهلا بك من جديد ونحن في لحظات السحر. يعني نحن نريد في هذا البرنامج أن نعطي كلمة خير لله ولرسوله ولدينه، ولكن البعض يتصور أننا نتطرق إلى مواضيع خطيرة. لا أخوان، ماكو خطورة بالله ورسوله، احنا نريد أن نلجم الطائفية. احنا دلعاني تروح للمغرب شيعة يذبحوه، تروح لها شيعة كافر. لا أخوان، يجب أن يكون عندنا إعلام يوضح الحقائق. ها الشيعة يسبون أمهات المؤمنين، ها الشيعة يسبون الصحابة، ها أخوان لا، يجب أن يصير عندنا منطق. مو يطلعوا لي شيوخ ما أدري شنو حاط له عطر له. أخوان يجب أن نواجه هذه الهجمة بالعلم، يجب أن نقول لهم كلا إطلاقا. المذهب الجعفري تعامل مع الصحابة بكل إجلال، تعامل مع أمهات المؤمنين بكل وقار، ولنا في علي بن أبي طالب أسوة حسنة. السيدة عائشة أم المؤمنين خرجت على الإمام علي الإمام الشرعي والخليفة الشرعي في معركة الجمل. هاي هم ماكو معركة الجمل، بطل كل شيء، ماكو معركة جمل صارت، وانقتل 30 ألف من الصحابة. هذول وين قتلوا؟ وين قتلوا؟ شو ليه قاتلوا هذول؟ مو قتلوا ليه تقاتلون مع الإمام علي عليه السلام؟ من انتهت المعركة الإمام علي تعامل مع السيد عائشة بكل احترام وبكل توقير وبكل إجلال، وخلالها خيمة خاصة لا يقربها أحد، هذه زوج رسول الله، لا يخدمها إلا أخيها محمد بن أبي بكر الوحيد، وخلى بنات الصحابة وزوجات الصحابة يخدمنها، بعدين عززها وكرمها وحطها على هودج، وخلى 40 فارسة هم قالهم لا تتقربون من هودجها حتى لا تعرفوا أن كنا نساء. يعرف النفس أبا الحسن رضوان الله على أبي الحسن، قال يعني ستعرفون السبب. فذهبت الهودج، وحتى أن مرة أخوها محمد قدم لها الطعام من هذا، قالت له ويحك أمت تمد يدك على زوج رسولها؟ قال لها لا، أنا أخوك محمد، أنا أخوك محمد، يعني أنا حتى من وراء شو اسمه دارتيج. طبعا حولها وقال وقالت له شلت يدك، فشلت يد يعني زينب، هذا أخوها. فواحد طلع أيضا شفته في أحد اليوتيوب اسمه علي الأخوة مصري، قال فقالت له شلت يدك، قالها إني أخي فشلت يده. فقال المذيع زين ما رجعت؟ قال لا، اللهم عندما تقول له السيدة عائشة شلت يدك تنشل ما يتراجع يا بابا، هذا أخوها. كانت ما تدري، لا لا خلاص بعد القرار نزل، الله لا يتراجع. يعني حبة حبة، يعني السيدة عائشة كانت لا تعرف، فمدها الطعام قالت له شلت يدك، هذا إني أخوك محمد، فأعطاه هي وانتهت المسألة. بعد وين شلت يدك وبقت مشلولة؟ زين هو أخوها، يعني شوفوها باليوتيوب، علي جمعة، علي جمعة شوفوها باليوتيوب. يعني فأخوان احنا لازم ما نظل بهاي. فالسيدة عائشة زوج رسول الله، الرسول مات وهي زوجته، فأبو الحسن عاملها بكل إجلال بكل توقير. هذا الشيء يجب أن يعرفوا الآخرين اللي يقولون الشيعة يسبون السيدة عائشة. لا أخوان، أبو الشيعة يسيرون على سنة رسول الله وعلى هدى أبي الحسن. أبو الحسن عاملها بكل توقير ومدز بها ولا رجال، بس أخوه، وأربعين فارس من زوجات الصحابة. فمن وصلوا حتى أنها قالت أكرمك يا أبو الحسن، قالت لا انظروا إلى الفرسان، فمحمد بن بكر قال لا هذا ليس فرسان،
هؤلاء نساء إكراما لك ولأنك زوج رسول الله بعث لك أنا أخوك فقط ونسوان. أكو إجلال حرب وانقتل 30,000 شخص وهو الخليفة الشرعي وهو الإمام الشرعي، يعني ليس بالمذهب السني هو من يخرج عن الخليفة الشرعي يقتل، مو هيجي؟ لا، الإمام علي عاملها بكل إجلال، قال يقول لك لا يا بزين العدل هو منو اطلع؟ لا لا شنو هذا الحكي؟ هو منو اطلع؟ هذا الجيش اللي اجى من المدينة وتقاتل ويا جيش المعلم منو؟ مو جيش السيدة عائشة والجيش الزبير وجيش طلحة؟ يعني لا 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 سكت سكت، من يصير الموضوع انه تريد تزيد التهمة عن محبي آل البيت؟ لا 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 اسكت اسكت، لا 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 هاي طائف يا ابو، هاي الطائفية عمي، اكو حرب اسمها حرب الجمل عمي، قتل بها 30,000 واحد، زور وين قتلوا؟ منو قتلهم؟ هو مو خروج على الخليفة، مو الخليفة الرابع، مو الأربعة خلفاء والخليفة الرابع علي بن أبي طالب، زين دول مطلعوا على علي بن أبي طالب، زين أوكي دول انقتلوا منين؟ مع ذلك الإمام علي قال أخوة لنا لا تغنموهم ولا تؤسروهم ولا شيء، مؤمنين دول، عاملهم بصيغة المؤمنين مسلمين. وعندما انتهت المعركة عامل السيدة عائشة بما تستحق بكل إجلال. هذا الخطاب يجب أن يقال. يا بترى هذه قضية أنه الشيعة يسبون أمهات المؤمنين، حاشا حاشا، ينظرون إلى أمهات المؤمنين بكل إجلال، يعني أخذوا أحاديث كثير عن أمهات المؤمنين يعني، وبالتالي ينظرون إلى أم سلمة ولا السيدة عائشة ولا كل زوجات الرسول بكل احترام وبكل توقير. بالعكس أخوان، هاي أكو قضية يمكن انطلت صعد بهذا، الشيعة هم الذين برأوا السيدة عائشة في تفاسيرهم، الشيعة في تفاسيرهم الرسمية، مو تقول الواحد يطلع عليهم مخبل منطي فلوس بلندن ما أدري شنو، يقولون بأن آية قرآنية نزلت بحق السيدة عائشة وبرأتها. هذا تفسير الشيعة، بس بعض التفاسير بعض الفرق السنية تقول لا، يعني بالعكس، يعني هذا الخطاب يجب أن يقال أخوان، هذا يقبر الطائفية، هذا مو يجي طبعا الطائفيين الطرف الآخر، لا اسكت طائفي أنت طائفي، ليش؟ من تبين الحقائق لا لازم تبقيها طائفية متأججة، هاي الشيعة يسبون هذا اسكت اسكت، الشيعة يسبون الصحابة ويسبون شو اسمه أمهات ويكرههم، اسكت اسكت اسكت، هيك أنا كل ما أطرح شيء أنت طائفي، يابا أنا دا أكبر الطائفية عمي، افهموا شوي، أقروا أقروا. وأيضا الخطاب الشيعي يجب أن يكون هذا ويفهمهم الذول المتأججين اللي ما طبعا هم ما يقرون، أنا عذرا راح أقول هم ما يقرون، ما لهم شغلة، يعني يقول لك أنا حنفي قل أنطيني كتاب لأبو حنيفة وش قال أبو حنيفة من قارئ حرف، يقول لك أنا حنبلي يابا أنت ايش قال كل شيء، فقط والله أنت زوجت على مذهب أبو حنيفة ودوت على حنبل، خلاص ماكو قراءة. حتى رجال دين، رجال دين كبار ماكو، خمس أشياء. والآن الطامة الكبرى أخوان، الآن بالمشكلة بالعراق كبيرة، الآن رجال الدين لا يقرؤون، فقط يقرؤون ابن تيمية، يروح للعمرة ترسوه فلوس وترسوه كتب مال ابن تيمية ورجع. ستروح اقرأ، كان سابقا من تمر بالمساجد، مساجد العدل والتقوى والإيمان، مساجد السنة، مساجدنا، مساجد العراقيين السنة الحنفية، كله يذكر لك حديث الرسول وشيء لعمر بن الخطاب وشيء لعلي بن أبي طالب، وتشوفه جو جميل. الآن ماكو، تسمع رأسا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم الجوزي، ماكو ماكو لا ذكر لا عمر ولا أبو حنيفة ولا شيء ولا شيء، صار ابن تيمية، وهذا تطرف. الآن بالرمادي ماكو يسمع حنفي، أكو ابن تيمية الآن بمناطق. أخوان أنا خلنا نكون صريح وياكم، وليكن ما يكون، لي اللهم فاشهد أنني أريد أصلاح. أخوان يجب أن نعود، يجب أن نعود شيعة عشرية وسنة حنفية، مذهب الحنفي مذهب سني معتدل رائع محب،
وأبو حنيفة شخصية إمام جليل مات من أجل آل البيت وبتعايشين إحنا. السنة في العراق كانوا قسمين، حنفية وصوفية. صوفية تبعون عبد القادر، تبعون الشيخ معروف، تبعون هذا، تبعون شيوخ صوفة. بغداد كانوا أغلبيتهم صوفية، الرمادي أيضا كلهم صوفية مشايخ. السنة في العراق هم حنفية وصوفية، والصوفية شنو 24 ساعة يغنون بعلي بن أبي طالب وولده. الصوفي يقول لك أنا ماخذ الطريقة من علي بن أبي طالب، يعني عندهم موقف الشيعة، يعني يقول لك يعني الصوفية عندهم موقف والدرواشة وغيرها، بس هم 24 ساعة بس يمجدون بعلي بن أبي طالب. حلو، ما عندهم تكفير لعلي ولا عندهم تكفير للشيعة ولا عندهم هذا، وماشي الأمور. شيعة 12 رائعين، وسنة صوفية وسنة حنفية، وماشي الأمور أخوان. طبعا البعض هذا شنو هذا الكلام؟ أخوان أنا سائر في هذا المنهج، يجب لا حل العراق إلا بأن ينتهي المذهبية الوهابية الموجودة الآن منتشرة، وهذا أيضا هذا كلام مني مو من القناة، يعني عذرا هذا كلام أنا أقوله ما لش علاقة، هذا نداء للوقف السني. يجب أن يعود الوقف السني العراقي لمذهبه حنفي، يعني أكو عندنا دار الإفتاء الحنفي في أبو حنيفة، يجب أن يعود المذهب الحنفي. العراق لن يستقر بوجود ابن تيمية في الجوامع الآن، والله حنفية حنفية وهو ما يقرأ كل شيء. أخوان إذا ما نواجههم بصراحة، إذا ما نواجه العراقيين بصراحة وما نقضي على الطائفية بهذه الطريقة ستبقى، نحن في خطر. يجب أن نتخلص من الطائفية. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في هذه الليالي، ليالي السحر التي يتقرب بها الآن الملايين، مئات الملايين الآن من المسلمين في العالم كله. الآن المسلمين ما شاء الله وصلوا يعني مليارات، يعني أكثر من مليار شخص، يعني أظنهم وصلوا هكذا، يعني نسبة كبيرة وتجاوزوا مئات الملايين تجاوزوا. وفي مشارق هنالك أيضا ظاهرة جميلة بدأت تنتشر، وهي ظاهرة إيجابية أخوان. الإسلام يأتي بالسلام، الإسلام ينتشر بالمودة، الإسلام لا ينتشر بالسيف ولا ينتشر بداعش ولا ينتشر بالقاعدة ولا ينتشر بالنصرة ولا بالخوارج. الإسلام ينتشر بالمودة والإيمان. اثنين تجار الأندونيسيا حولوا أكبر ب400 مليون مسلم الآن بأندونيسيا، جو من خلال اثنين تجار طلعوا واستقروا هناك والناس بدأت تقتدي بهم، صارت الآن أندونيسيا أعظم وأكبر بلد مسلم، 400 مليون من وراء اثنين تجار بالسلام. لكن سيوف الأمويين وصلت إلى أقصى الشرق، وصلت إلى فيينا، وصلت إلى إسبانيا. منو بقى في إسبانيا مسلم يعني؟ ومنو بقى بالنمسا مسلم؟ منو موجود بهنغاريا مسلم؟ منو موجود باليونان مسلم؟ منو موجود بلغاريا برومانيا؟ كل هاي الدول شرق أوروبا الآن فقط سوي لهم سجون العثمانية وغيرها موجودة في بقيها ذكريات، وهاي القلاع اللي قاومت هذا، والدراغولا ذلك الأمير الروماني الذي قاتل العثمانيين وكان يمتص دمهم وهذا، ويعتزون بهذا ورجعوا مسيحيين وهذا وغيرها من الشخصيات التي كانت هذا، وشخصية ذلك الأمير اللي جابوه سووه مسلم بعدين ارتد وصار وكون دولة هنغاريا وغيرها وأوقف الزحف يعني الإسلامي، تحدث عنه إن شاء الله في مناسبة أخرى. يعني اللي جابوهم بالسيف كلهم رجعوا، بينما المودة أخوان الإسلام جادلوهم بالتي هي أحسن. ولذلك الآن أكو ظاهرة جميلة، الآن إحنا كنا نصلي ونصوم. تدرون الآن أغلب رؤساء العالم، قد يقول سياسة أوكي سياسة، أغلب رؤساء العالم الآن يجون يحضرون فطور ويحضرون صلوات مع المسلمين. كل أغلب الدول العالم قد يقول إيه هاي أوكي سياسة، بس بها احترام وإجلال للمسلمين لو لا بها احترام. في 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 تايلاند البارحة بالذات
ملك تايلاند هو وزوجته اجوا بالدعاء والصلاه وصلوا تراويح هيك. طبعا هو استعراض اوكي، استعراض ماشي، سياسه اوكي ماشي، بس ايهما انه ملك هذا يجي المسلمين الكفر المنشون الذين يقتلون يجب ان نقتلهم؟ لا والله انا جاي ازورهم دول المسلمين، وهذا دين مسالم ودين عظيم ودين واحترم المسلمين وهذا ايهما افضل يعني؟ ايهما افضل الاسلام؟ اليست هذه؟ لاحظ كل الان كل الرؤساء العالم، هذه ظاهره جميله. هذه قد يجي يسطع لك واحد داعش طبعا بعد ما رهبناهم. لا اخي، لا اخي، انت رهبتهم، تعرف ايش سويت انت من رهبتهم؟ لولا الارهاب مالك والارهاب الداعشي اوروبا كان كلها مسلمين اخوان. انا كنت اشوف حركه انفتاح الاسلام قبل 20 سنه باوروبا، ودا اشوفها الان. قبل 20 سنه الاوروبيين كنت اشوفهم بعيني من يشوفون مسلم كلهم يجيبوا له الفطور وما ادري شنو وفرحانين وهذا وجميل، يجيبون ابنائهم الصغار تروح ودي له الفطور وهذا ويسوون شوربه. انا شايفها بعيني قبل 20 سنه في اوروبا كلها. الان اذا اكو مسلم بالفرع راسا يخابرون الشرطه وما يسكن وما ادري شنو، وهذا مسلم ما حد يتقرب، ما حد يسلم عليه، ما حد يشوفه، ما حد يصادقه، ما حد هذا. لا اخوان، لا لا ابدا، لا ابدا، لا ابدا، لا. يعني انا كنت في بلجيكا قبل حوالي 5 سنوات، كانت حادثه كلش بشعه. كان في بنص بروكسل جامع حسينية شيعية وجامع سني وكنيسة نفس المثلث. في يوم جمعة طلع الإمامي الشيعي اللي هو مغربي، وإذا بيطلع لك واحد بعد صلاة الجمعة من الجامع السني ولزمه نحارة قدام العالم، نحارة وحط له بنزين وحرقه. طبعا الغريب ذول الوهابية كانوا يهلهلون نصرا. ذول المسيحيين خطيه، اجى من ضمنهم واحد رجل دين مسيحي اجى ركض وجاب المي وهذا، هو مذبوح الرجال يعني. ثاني يوم كل كنائس بروكسل قرعت الاجراس باستثناء هذا الجامع الوهابي، باستثناء هذا الجامع كانوا محتفلين يعني. فالعالم كانوا مرعوبين من هذا. اخوان انتم تصورون هاي الصور تطلع الله اكبر يذبحون، هاي رعبة العالم. يا اسلام يقول لك اسلام الذبح، يا الله اكبر، الله اكبر ذبحني، الله اكبر. هسه في اوروبا يسمعون الله اكبر، من يفتحون جوامع الان بس يسمعون صوت الذبح، قام يسمون الله اكبر صوت الذبح. بينما سابقا لا اخوان، كان اكو تقبل كبير جدا في اوروبا، تقبل منقطع النظير. وكنت اشوفه حتى انا قلت لمجموعه الاصدقاء قلت لهم انا متاكد بعد 50 سنه اوروبا كلها تصير مسلمه. ثقوا، اكو خواء، خواء ديني، خواء نفسي، خواء اجتماعي، خواء تام. المثليه الان طغت بيهم، الصراعات ماكو عمره 15 سنه جايب له واحده 14 سنه ومنجبين مسوي لهم بيت وما ادري شنو وتعاركوا وهذا وذاك انحبس وذاك ما ادري شنو. بعدين هاي المثليه، الشعوب زائلة رايحة رايحة رايحة. المسلمين بدأوا الآن الهجرة هاي، بعدين كانت الهجرة جدا مفتوحة قبل 20 سنة للمسلمين. يعني لو باقي الانفتاح قبل 15-17 سنة حقيقة أوروبا كان دخلوها ملايين، ولكن من صارت الإرهاب لا وقفوا شوية، بريد جيبوا لنا اي شيء، جيبوا لنا افارقه، جيبوا لنا شنو، جيبوا لنا هذا، جيبوا لنا اسيويين، لاتينوس من امريكا الجنوبيه، هذول هم كلهم مهاجرين، برازيل، ارجنتينا، اورجواي وغيرهم هم يجون. افتحوا المجال لذول، افتحوا المجال لذول المسلمين. بينما بالعكس كانوا جدا مرحبين بالمسلمين. يعني هذا الذبح بالعكس اساء الاسلام اخوان. لا تاخذكم هاي التطرف، لا ياخذكم هذا التطرف. ما دام التطرف اذا من فلان طائفه اذا يحيى التطرف. لا اخوان، لا لا، تلقاه لابسه لهنا وتحكي لك اي ذولا كفر الشيعه. مش يا با انت شو مسوي من الاسلام انت خاطر تحكي لي كفر والشيعه؟ اخوان اخوان، الاسلام دين تسامح، دين محبه، دين موده. ثقوا، ينتشر الاسلام بالسلام ويتوقف الاسلام بالسيف.
ما دام اكو سيف، ما دام اكو تطرف، الاسلام لا ينتشر. والان اكو فرصه، يعني هذا التطرف لو يتوقف سينتشر الاسلام بشكل كبير جدا. يعني منذ متى رئيس وزراء ماليزيا افتتح بآية قرآنية افتتح الخطاب ماله؟ منذ متى اكو رئيس جمهورية بانجلترا وبسكوتلندا مسلم مثلا؟ يعني بدت هذه الهجرات القديمة وهذا الانفتاح بدأ يؤتي أكله، الإرهاب وقف. فالإسلام أخوان لا ينتهي بهذا سنة وشيعة وذبح ومدري شنو هذا. إذا ما نتخلص من الوهابية وما نتخلص من التطرف وما نتخلص من هذول، ثقوا الإسلام في خطر، دين محمد في خطر أخوان. هذا مو دين محمد، دين محمد غير شيء. دين محمد دين تسامح، دين محبة، دين تقرب إلى الله، دين مودة، دين أسرة، دين علاقة بين الرائعة بين الأب والأم والتوادد داخل الأسرة، دين نظافة، دين ما بي شذوذ، دين يحارب هذه الظواهر الشاذة. ولذلك الإسلام دين النظافة، دين المحبة، دين الاعتزاز، دين العمل. فبهاي الطريقة أنت ممكن أن ينتشر هذا الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أما بالسيف وبغيرها وغيرها، هذه اللحظات تلاحظون الآن كثير من المؤمنين الآن يتجهون إلى الله ويتجهون للخلاص من هذا التعصب، هذا التطرف الذي مزقنا. أك شوف سوريا معي، مزقت سوريا. أك الآن في العراق أكو غليان يعني، لكن الحمد لله شوية مسيطر عليه الآن. في كثير من الدول العربية الآن أكو غليان للأسف. يعني هذا النظرية إنه أنت الإله وأنت تقرر ذولا كفر وتجي تذبحهم وتفجر نفسك، هذا شنو هذا؟ هاي وحشية، هاي وحشية، هاي قذارة. تجي تفجر نفسك وذولا كفر وذولا ما أدري شنو ذولا. أخي أنت من قال لك أنت أفضل منهم؟ من قال لك أنت تمثل الله؟ منو أنت؟ الله سبحانه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني خلاص هذا محمي. وبالتالي إذا ما نتوادت ونترك هذا التفكير السيء، أنا متأكد الآن كثير من الناس الآن هم داعين الله مش هو الحيطة وخنزر، واللهم هذا، اللهم حتى نسمعها ونبات هاي الخير، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم شتت شملهم. الله ليش أخي شنو رافضة يعني؟ شنو رافضة يعني؟ شنو رافضة؟ منين جبت هاي الرافضة؟ حتى لو كان واحد عنده إلى رأي ببعض الناس يا لازم يقتل. هاي نظرية أنه يجب أن يقتل، يجب أن يذبح كل من يتعارض معي، يجب أن السيف، يجب أن يكون الذبح. من جبتها أنت أولي الأمر؟ بعدين من قال لك أولي الأمر يذبح يعني؟ وبعدين هو قال أولي الأمر تشعلك تذبح، شو أنت أولي الأمر؟ أنت منو أنت تذبح وتقرر وتحقق الحدود وغيرها؟ هذا أنه كل واحد هو الذي يجب أن يحدد الحدود ويقتل، وهو الإله وهو الرب وهو منين؟ هذا يا إسلام، هذا الرسول بزمانه ما كان، بوجود الرسول ما كان أحد يقتل براحته. عندما صارت حتى بالدول الإسلامية الأخرى هم ما كان يصير قتل بهذه الطريقة. أكو دولة وأكو شيء، هذا منين جبتوها أنتوا؟ كل واحد يطلع بربي لحيته ويذبح ويقتل وهو أولي الأمر وهو منين جبتها؟ هذا التطرف الغريب. والله السلف الصالح، من قال لك السلف الصالح كان يسير هكذا؟ أحد الصحابة في أحد المعارك كان يفتخر، قال له والله أنا واحد من المشركين جيت دا قلت له حطيت عليه السيف، كان يقول لا إله إلا الله. قال له إيه، ولكنه يريد أن يخدعني فقتلته. قال له وقتلته؟ قال له نعم. قال له وقتلته؟ قال له نعم. قال له وقتلته؟ قال له نعم. قال له لماذا؟ وهل شققت قلبه؟ تعرفوا آمن وغير ما آمن. قال له منافق. قال له شققت قلبه؟ نحن نقاتلهم على ماذا؟ احنا ليش نقاتلهم غير على مود يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ احنا نقاتلهم على شنو؟ بعدين المؤتلفه ذولا اللي نزلت بهم ايه والرسول ده يعطيهم وهذا، وهم مؤتلفه يعني ناس حتى مو مؤمنين بس داخلين بيناتنا واعلنوا هيجي وهذا، المهم ساكت عن كفره واحنا مشيها وياهم. اوكي ماشي، ما يقتل، انت شلون تقدر تقتل؟
انت شنو مؤمن جاي دا يصلي بجامع فجر نفسك لا اشهد ان لا اله اي جامع انت اي ايمان اي اسلام هذا قل لا اله الا الله محمد رسول الله جامع حسينيه بها قرائين بها قبله بها هذا انت بكيفك انت زين وين السلف انت مو تقول احنا سلفيه زين وين السلفيه مو السلف كان يمنعون الرسول كان يمنع هذا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله منين جبتوا هاي الشرذمه وبالتالي الاسلام يجب ان يعود الى هذا التسامح اخوان هذه المحبه الان الكل يعني انا متاكد حد الان متطرفين دواعش الان حد دا يسمعون يمكن هو قاعد يصلي وياكل وعينه مخنزره والله سياتي اللحظات وننتقم من هؤلاء نعم واحد يقول لا تمثيليه مسوين تمثيليه والله هذا الحسينيه وهذا ما شنو هذا هو ومدى يتسحر اخي اي سحور تتسحر واي دين انت هذا انت قلبك مو نظيف انت لست بمسلم انت مارق وتحل مقاتلتك شنو انت تقتل هذا كيفك انت هذا دين الاسلام اكو اراء اكو مذاهب اكو اتجاهات اكو تصورات كل واحد يقول انه انا هذا رايي في الوصول الى الله سبحانه وتعالى ما دام انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله واحج والقبله الكعبه وغيرها واصوم بعد شنو كتف او سبل بعدين من قال لك الرسول كان يسبل يشتف من قال لك من قال لك شلون عرفت انه الرسول كان يشتف وبالتالي ليسبل لازم ان يقتل منين جبت هاي منين ايش عرفك من قال انت صح ولذلك هذا التصور اخوان ونحن في هذه اللحظات انا دا احكي الان ويا دور بطرفي انت نظف قلبك قبل تتجه الله والله تسحرت اللهم لك وعلى رزقك افطرت واعطيني اي رزق يعطيك إذ لم تنظف قلبك من الإيمان من السوء وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا قانتا متسامحا ساميا محبا رافعا للإسلام زين وين الإسلام بالخنزرة هي الخنزرة عبالهم هي هذا يعني يطلعوا بالأفلام هذا ما هذا ومخنزر وما أدري شنو هو هذا الإسلام يعني شلون هذا 24 ساعة يعني مخنزرين وشايلين السيوف فنقاتلهم هذا إخوان مو هيك الإسلام الإسلام دين تسامح يعني الإسلام انتشر بيش بعد صلح الحديبية بعد الصلح يعني وسأتكلم عن قضية صلح الحديبية في يوم آخر وأنا أقول كيف أنه وظفت سياسيا هذه القضية فيما بعد من قبل الأمويين ومن قبل غيرها سأعطي لها حلقة كاملة لأنه بها الأمويين دسوا دس كبير وحتى الآيات القرآنية إخوان الآيات القرآنية فسروها المفسرون في زمن الأمويين والعباسيين تفسيرات أخرى وراح نحكيكم على التفسيرات السلبية التي لم ينزل الله بها من سلطان هنالك لعب بالتفسير ولعب بالأحاديث حصل في زمن الأمويين والعباسيين إخوان لعب على قولة أهل الجنوب جال وجول ومش قد مئات السنين عشرات السنين تجد أحاديث ملفقة وتجد أشياء وتجد هذا وذلك هذه الشردة ما وصلت إنه الآن يجب أن نعيد للإسلام نوره يجب أن نعيد الإسلام بهجته يجب أن نعيد الإسلام وحدته بدون هذه الأصوات النشاز وهذا التطرف هذا التطرف آفة لعنة ولعنة الله على من تطرف يعني وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع أرق تحياتي